احنا يوم شفنا كم الاستجوابات المقدم طبعا من ناحية سياسية كأن الدفع بحل مجلس الأمة كان واضح الدفع بحل مجلس الأمة طبعا لأن من شكل الاستجوابات وطبيعتها وطريقتها توحي بهذا الشكل. يمكن تكون قراءتنا السياسية غير صحيحة لكن هذا من اجتهاد باجتماعنا، وما كنا طبعا نشكك إلا أن لازم نأخذ حذرنا السياسي من خلال إعداد استجواب دستوري، لأن أنت ما ممكن تستجوب على محور واحد البنزين وفي شبهة دستورية من حق، لكن أنت من حقك أنك تستجوب استجواب آخر بخصوص الوثيقة الاقتصادية. أوكي. زين. لمن هذا الاستجواب كان سيء؟ كان نائب رئيس وزراء المالية. كنتم جاهزين الاستجواب؟ كنتم أنت وصالح عاشور والهدية وحدة العزم جاهزين الاستجواب يعني؟ طبعا. كان محورها هذا وكان محور الكويت بالاستثمارات الخارجية. بعد استثمارات الخارجية؟ طبعا، لأن كان عندنا رأي من ثلاث محاور. لأن كان عندنا قناعة من الممكن تدوير الوزير. أوكي. لذلك نبي نحط له محاور بحيث أنه يصعد المنصة.